آسف على الزيارة اللي مش مترتب لها دي والوقت المتأخر اللي زرتك فيه، بس عاوز أقعد أدردش معك شوية. دلوقتي؟ عندك مانع؟ ولا الوقت متأخر وعندك ضيوف وأنا أعمل لكم إزعاج؟ لا أنا لوحدي، بس أعتقد يعني ما هيش حاجة لطيفة إن إحنا نتكلم في وقت زي ده. متكبريش الحكاية أوي كده، الحكاية أبسط من كده بكتير أوي. إحنا هنقعد ندردش مع بعض مش أكتر. أنتي في البيت ده لوحدك؟ لا، عايشة مع ماما، بس هي اليومين دول في عمر. سيجارة؟ ما بدخنش. صحيح، واضح انك ما بتدخنيش. سليم فين يا فريدة؟ وانا شرف. بص يا فريدة، يا ريت تحط نفسك مكاني وتفكري زي ما بفكر. شوفي خيالك ممكن يوصلك لحد فين، سليم ممكن يبقى فين. لا حط نفسي مكانك ولا تحط نفسك مكاني، ومتهيألي بقى ده شغلك وانت ادرى بيه. انا مش فاهم انت متعصبه ليه، مع ان الحكايه كلها كان مجرد سؤال. سؤال ملهوش اي معنى، اكيد انا معرفش سليم فين. ما حصلش. قلت لك بلاش عصبيه، انا متوتر من العصبيه جدا. بس تعالي نحكم العقل، سليم في الظروف اللي هو فيها دي اكيد هتصل باقرب الناس لي. مامته واخته هم اقرب الناس لي طبعا، بس هو عارف كويس قوي ان مامته واخته متراقبين. يبقى مين اقرب لسليم منك؟ من الواضح ان حضرتك ما تعرفش ان انا وسليم كنا مخطوبين زمان وخطوبتنا اتفسخت، يعني مفيش اي حاجه تربطنا ببعض دلوقتي. بأمرك انك كنت معاه في النيابه، بأمرك انك من يوم الحكايه دي لحد دلوقتي بتوديهم بتروحي وتيجي على البيت. سلمى صاحبتي وطنط ناديه مربياني من واحنا صغيرين، فطبيعي جدا ان انا اقف جنبهم في مشكله كبيره زي دي. عندك حق، لكن انتوا سبتوا بعض ليه؟ صلاح بيه، أنا سمحت لحضرتك تدخل بيتي في وقت غريب زي ده، وعمالة من الصبح أجاوبك على أسئلة ملهاش أي معنى بالنسبة لي. أظن لحد كده بقى كفاية قوي، ولو حضرتك كنت حاطط سليم في دماغك فأنت حر، لكن لحد حياتي الشخصية فمتهيألي إن دي من حقي أنا لوحدي، ولا أعتبر نفسي في تحقيق؟ لا، مين قال إنه تحقيق؟ احنا متفقين انها دردشة. ما اعتقدش ان انا وحضرتك صحاب، وحتى لو لا ده المكان ولا الوقت المناسب لحاجة زي دي. وانا بعتذر لك للمره الثانيه، بس لازم تعرفي ان اللي بيعمله سليم ده هيضره اكتر ما هينفعه. اوعدك لو اتصل بيا هبقى ابلغه الكلام ده، مع اني متاكده ان سليم مش هيكلمني. في حاجه تانية؟ اشوف البيت. بس ده مش قانون. على فكره في حاجات كتير قانونيه انا ممكن اعملها، بس للأسف هتأذيكي. أنا بعمل ده لمصلحتك.